هتعمل ايه يا علي؟ بلبس عشان امشي. تمشي ليه؟ انت عايزاني في حاجه تانية؟ لا، انت هتقعد هنا على طول. انت تروح تجيب هدومك كلها عشان دي هتبقى اوضتك. هو انا هعيش معاكي هنا؟ يا علي، حاضر، انا هروح اجيب هدومي كلها واجي لك. ما تتاخرش. ما اقدرش اتاخر عليك ابدا. هند، ايه اللي جابك هنا؟ ايه كنت رايحين فين؟ ابدا، هنروح فين يعني؟ كنا جايين لك. انا اصلي لقيت نفسي فاضيه يعني، فقلت اجي اقعد معاك شويه لو فاضي. بنت تنوري، تعالي نقعد في الشقه. تعالي. لا، ما هو انا مخنوقه يا صالح، مش عايزه قعده الشقه. مخنوقه من ايه؟ خلاص يا ست، تعالي نقعد في اي كافيتيريا نشرب حاجه. تعالوا سامعانا، يلا. ايه اللي خانقك؟ قوليلي. منوره هنوده. منورة نوسة. الله يخليك. اللي يشوفني كده هتحسي بعد ما تنزل القمر. إلا بالحق. كنت بتعملي إيه في الزمالك؟ ما أنا يا صالح أصلي مش بترد أنت على موبايلك عشان أكلمك. وبعدين سلمان في الشغل وعادي يعني، مش حرام إن أنا أكلم أخويا وأنزل له الزمالك. لا طبعًا مش حرام. بس يعني المنطقة اللي أنا شفتوك فيها بعيد قوي على الشقة اللي أنا مأجرها. أنا كنت بفرجها الزمالك. بتفرجيها الزمالك. طب اشربي يا هنود، اشربي العصير بتاعك حبيبتي. هو سليمان جوزك ما قالكيش عملت إيه فيه وأنا سايق؟ لا حكالي. راجل طيب. والله ارتحت له كده. الحمد لله. ربنا يكرمك كده ونشوف لك عيل صغير كده. نعم. نعم الله عليك. عيل صغير كده يبقى نصه اسباني نصه مصري، يطلع شوكولاته زي كده يا نوده. صالح، انا في حاجه كنت عايزه اقولها لك بس مش عايزاك تزعل. لو حاجه تزعل ما تقولهاش. انا عقيمه يا صالح. ما بخلفش. حبيبت اخوكي، انا مش عايزك تخافي، انا هوديك لاكبر دكاتره، ولو طلب ان انت تروحي بره هسفرك بره. ما تخافيش. ان شاء الله خير. ان شاء الله هتخلفي. ان شاء الله. يا عامر، مختفي بقالك كام يوم؟ انا جيت لك اهو يا معلم. ما بتردش على التليفون ليه؟ معلش بقى، الواحد بيبقى مشغول شوية والعتب على النظر، ما شفتش. ماشي يا عم، ماشي. طب بقول لك إيه؟ أنا أروح مشوار كده وراجع تاني، فايز حاجة؟ ماشي. عامر، فؤاد جورج كان عايز منك إيه؟ مفيش. كنت وحشه وكان عايز يشوفني، انت عارف العشره بقى. ما تلعبنيش يا عامر، ما تلعبنيش. وقت كان عايزك تشتغل معاه مش كده؟ ايه ده؟ انت قاطرني بقى يا معلم. يعني حصل. وفرض حصل يعني يا معلم، ايه المشكله؟ وقت كان عايزك تحل محل صالح في الشغل مش كده؟ وفي حد ينفع يحل محل صالح في الشغل برضه؟ يعني وافقت ولا ما وافقتش؟ انت عارف اخو المعلم معلم برضه. يعني حصل ولا ما حصلش؟ والله المبلغ اللي عرضوا عليا خلى الدماغ توين بصراحة يعني. عرض كام؟ مين ده؟ فؤاد. عرض الدبل. بص يا عامر، أنا محتاج لك ساعة في الشغل بس ما أقدرش أدفع لك الدبل. خلاص، يبقى نقسم البلد نصين. يعني اشتغل هنا وهناك. إزاي؟ كل واحد على قد فلوس وكل مربوط على قد دمه. لا كده يا عامر. والله يا معلم جبرا شريف،
بس اعمل ايه بس؟ دخل على جواز بقى وعفش وهم ما يتلم وشبكه خلاص. شوف يا عامر، انا هدي لك اللي فاضي بس بشرط تشتغل في حته واحده بس، مكان واحد عندي هنا. وانا معاك هنا. ماشي يا معلم. سلام. فؤاد بيلعبني. يعني بعد ما ارتحت من صالح وبقيت لوحدي في السوق، جاي فؤاد وعايز يخطف عامر. ماشي يا فؤاد، ماشي، لما نشوف اخرتها. يا علي، ايه ده؟ ايه يا ابني كل ده؟ انت مسافر ولا ايه؟ مسافر؟ مسافر فين؟ هيكون فين يا اخويا يعني؟ مصر. مصر؟ لا يا اخويا مش مسافر مصر. امال راح فين؟ راح فين قول لي؟ راح حضن جيني. يا نهار اسود ام نايل. يا ابني انت مش هتفكك من الحوار ده؟ ده اللي ناقص كمان تاكلك وتنيمك. في ايه يا علي مدفوق؟ انت عارف عندك كام سنه؟ على فكرة يا عمرو، الموضوع مش موضوع سن ولا حاجة. موضوع إن أنا بحبها وهي كمان بتحبني. يا ابني دي قد أمك، اصحى. عمرو ما تكلمش معايا في الحوار ده تاني. أنا ما صدقت قالت لي تعالى عيش معايا. أنا غاضب عندها. ولو كنت معايا في الموضوع ده أنا هزعل منك يا عمرو. بسأل على صح. انت مبسوط انه زودك، بس واحد زي ده ما ينفعش تشتغل معاه. ما تخافيش يا حبيبتي، حبيبك راجل وجدع ويسد في المنطقه دي جامد قوي. ما انا عارفه، بس انت في غربه مش في مصر. ليك ما تخافيش، انا فاهم كل العيب جنب كل حركاته، وهو كل اللي يهمه ان انا اعمل له شو. خلاص يبقى كده تمام. لا لا، انا مصره انك تشتغل مع عمو فؤاد احسن مليون مره. يا صابرين قلت لك 100 مره خلاص قفلنا الموضوع ده، بلاش نفتحه تاني بقى. المهم خلينا في الجد، هنروح عندنا نجيب اوضه النوم بقى. انت وحظك، ماما تقتنع الاول واعمل اللي انت عايزه. ماما تقتنع الاول واعمل اللي انا عايزه؟ يا امك دي فعرق تركي. اشمعنى؟ بس دراسها ناشفه قوي. احترم نفسك، دي ماما. ماما يا دلي يا دلي. علي جبت حاجتك كلها؟ كل حاجة. وحشتني شوية الصغيرين دول. كويس، عشان تقعد معايا على طول. تعالى يلا بينا على فوق. يلا. هاي ماما، كيفك؟ كيفك انت حبيبتي؟ تعي تعي، شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. تعي حبي معي ورق. شرفك ماما، بتعرفيني ما لي خلق على الورق. خلاص احكي لي كيف كان يومك حبيبتي. خير ان شاء الله، مش بالعاده. شوفي يا بنتي، وانا ليا حدا غيرك بالدنيا؟ كل اللي عايزاه اشوفك احلى عروسه، افرح فيكي، اشيلك ابني قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما. خلاص اللي فات مات، شوفي اللي يريحك ويريحني. انت عارفه اللي يريحني يا ماما. انت عنيده. anyway مش وقت عتاب. شو رايك اللي اجوا قبل كده وتقدموا وترفضوا، اما يجوا تاني موافق عليهم؟ شو عم تحكي عن جد يا ماما؟ انا بعشقك يا ماما. قلتي لي يا ماما بحبك. انا حبيبتي انت. البنت اتهبلت ولا ايه؟ ايوه يا عامر، ماما وافقت. انا مش مصدقه وداني لحد دلوقتي. انت بتتكلمي جد يا صابرين؟ امك وافقت؟ معقوله؟ قالت لي يجي يتقدم تاني المره دي هقبله. هو ايه اللي حصل لامك بالظبط؟ فيها بنت هتكون بتموت ولا حاجه؟ بعد الشر عليها، ما تقولش كده. اصل انا بصراحه مش مصدق واحده زي امك كده توافق عليا بين يوم وليله يعني.
في ايه اللي حصل لها؟ هي وقعت على راسها من البلكونه ولا ايه؟ ايه السبب يعني؟ يا عمي مش مهم شو السبب، المهم انها وافقت وخلاص. على قولك خلاص، انا بقى هقوم اجهز نفسي كده بقى ايه واظبط حالي عشان بكره اجي اتقدم لك. لا لا مش بكره يعني، عشان استعاد خليها الاسبوع اللي جاي. بس انا بصراحه يعني خايف ترجع في كلامها تاني. تفتكر؟ بصي بقول لك ايه، انا هلبس دلوقتي واجي لك واتقدم لك وخير البر عاجله. يا مجنون، بحبك يا مجنون. مجنون؟ والله ما عدت عارف انا اللي مجنون ولا انت، والله امك فوزيه ومش شعر اصفر دي. نتكلم بعدين. طب ايه رايك يا هنوده لما بكره نروح كده نبص على الارض اللي في 6 اكتوبر في طريق اسكندريه الصحراوي، نشوف حاجه كده على مزاجي؟ ممكن جدا، انا موافق، بس على شرط نتحرك من هنا. اشمعنى من هنا يعني؟ يعني تبات هنا ونتحرك نروح مع بعض احنا الثلاثه. ايه رايك يا هند؟ ها؟ ايه اللي ها؟ بقول لك بكره نروح نتفرج على الارض. هعملك العشاء، هعملك العشاء. عشاء ايه يا بت؟ اسمعيني، انت فين؟ انا بكره مش فاضيه يا صالح. ايه اللي مش فاضيه؟ وراك ايه يعني؟ حاجه مهمه، حاجه مهمه. ايه اللي مهمه دي؟ يا بت يا هند عايزين نتفرج على الارض بكره، انا عايز اشتريها. معلش صالح، هو مشوار يخصني انا. انا فاضي، ممكن اروح معاك وهي تروح في اي يوم تاني. ماشي يا عم على دماغي، بس انا كنت عايزها تيجي معايا. مشوار مهم قوي يعني؟ ايوه يا صالح مشوار مهم، مش هينفع اجي. سبحان الله، ما تاجليش.